هيا غنوا معي لنتعلم الحروف. ما هو حرف اليوم؟ سنكتشف الآن. احذروا، ما هو الحرف يا ترى؟ طلال يطعم طير الطاووس. هل عرفتم حرف اليوم؟ حرف الطاء. أحسنتم يا أصدقائي. طاء متصلة، طاء منفصلة. ها هو شكل الطاء، شكل واحد. هيا دوركم. طاء طاولة، طاء طماطم، طاء طائرة، طاء طبيب. طبيب بارع. طاطوطي، طاطوطي. هيا دوركم. دكتور عربي، مبادرة لتعليم اللغة العربية بشكل مختلف للأطفال. خلينا نتعرف على ديالة الأيوبي ورشا حداد وهما صنعتا هذا المحتوى. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. أهلا ديالة وأهلا أستاذة رشا، شرفتونا. أهلا وسهلا فيكم. أستاذة ديالة، أستاذة رشا، حضراتكم التنتين معلمات لغة عربية، وخطرت على بالكم هاي الفكرة. لو سمحتي أستاذة ديالة، أحكي لي كيف خطرت على بالكم الفكرة، كيف بشكل عام يعني بتنفذوها؟ هلا أول شيء أنا ورشا كونا معلمات لغة عربية كنا دائما نبحث عن محتوى يكون ممتع بنفس الوقت تعليمي للأطفال حتى نعزز المعلومات والأشياء اللي بنطرح لهم إياها. فقررنا نعمل محتوى يكون ممتع وبنفس الوقت تعليمي. خطرت على بالنا فكرة دكتور عربي. حلو، 100%. أستاذ رشا، كيف بتنفذوا هاي الأفكار؟ يعني شفنا نحن في شغل يعني برودكشن، إنتاج جميل، في موسيقى وفي توزيع وفي جرافيك وفي كتير أشياء، يعني مش بس يعني محتوى عادي على السوشيال ميديا، في إنتاج. طبعاً. هلأ بالبداية بحب أصبح على كل مشاهدينا، بحب أشكركم على استضافتكم الرائعة لإلنا، هذا شرف كتير كبير. هلأ بالنسبة لأي مشروع دائماً بيحتاج لعوامل وإمكانيات متاحة، فأنا وديالة عندنا الإمكانيات والخبرات الفنية والموسيقية وأيضا في المونتاج. حلو. فهذا كله حطيناه بالمحتوى ودخلنا كل هاي العناصر. وفي كمان غير الإمكانيات إشي مهم جدا للأشخاص. هلا لما بيكون في ناس عم تدعمك وعم بتساعدك وعم تسندك كتير هذا بيفرق. فبحب أوجه شكر كتير كبير لأهلي ولأهلينا يعني، وبحب أوجه شكر كتير كبير لوالدتي، برضو هي معلمة لغة عربية وأيضا شاعرة باللغة العربية. وكمان بحب أوجه شكر كبير لأستاذ مراد مرجيان، هو موزع الموسيقي وأيضا هو داعم كتير كبير لمحتوانا واحتوانا يعني بكل الأفكار. نعم. الله يعافيك. فهلا بالنسبه للآلية، احنا اول شيء طبعا مثل ما حكينا انا ورشا منألف الاغاني، منلحنها ومنروح للاستوديو عند السيد مراد مرجيان، هو بيوزع لنا وهذا بياخذ منا وقت. بعدين منقرر نصور، منفكر الافكار اللي بدنا اياهم، نصور الفيديو. هذا يعني تقريبا بياخذنا من اسبوع لاسبوعين. وهلا طبعا في مشاركه الطلاب كثير متحمسين معنا، فعم يحبوا يطلعوا معنا بالفيديوهات، فهيك عم يدعمونا اكثر وعم بيكون الشغل كتير أحلى. حلو. بالحديث عن الطلاب، كيف ردة الفعل عم بتكون؟ ردة فعلهم كتير حلوة، وخاصة من الأهالي، وإحنا كتير بنشكرهم صراحة للأهالي اللي عم بدعمونا بكل خطوة من أول ما بلشنا لهلأ. ومن حماسهم وقد ما هم حابين الفكرة كتير متحمسين يطلعوا معنا بفيديوهاتنا ويشاركونا فيها. جميل. فإحنا بنوجه لهم شكر وتحية كتير كبيرة. الله يعطيكم الألف عافية. أستاذ رشا، المحتوى المفيد نحن كتير بحاجة له حاليا، يعني في كمية كتير كبيرة من المحتوى الغير مفيد بجوز على الإنترنت، فلما نطلع على محتوى مفيد للأطفال إحنا هذا بحاجة لإله. فكيف بتركزوا بفكرة كتابة المحتوى مثلا؟ كيف بتركزوا بفكرة القواعد مثلا، الأفكار؟ هلا نحن لما بلشنا المحتوى انا وديالة
بلشنا كتابة ودراسة كيف إيش الإشي اللي بيخلي أطفالنا يروحوا للغات تانية. فلقينا إنه دايماً لما بتستخدم تعمل أي مشروع للأطفال لازم يكون في دايماً سلاسة وسهولة بإيصال المعلومة للطفل. نعم. فنحن لقينا إنه لازم يكون في مرونة وسهولة بإيصالنا بمحتوانا للأطفال. نعم. وكمان غير هيك كتير فرق معانا فكرة إنه نستخدم الجرافيك كمان يعني الشخصية اللي استخدمناها. وطبعاً إحنا لما كتبنا الأغاني كنا دائماً منركز إنه يكون ثقافتنا والثقافة العربية والهوية العربية تكون موجودة في الفيديوهات تبعتنا، فهذا الإشي خلاها أكتر تكون قريبة للطلاب تبعنا. ومن هون طلعت فكرة دكتور عربي لعلاج مشكلة إنه هذا الجيل كله عم بيروح للغات تانية. نحن ما عم ننافس لغات تانية، نحن فعلياً قاعدين يعني بالأخير اللغة الإنجليزية خلينا نحكي هي اللغة الأولى في العالم، لكن نحن قاعدين عم منخلي جيلنا يحافظ على هويتنا وعلى بالأخير لغتنا هي هويتنا، يعني لغتنا الأم. وهاي الأشياء بجوز تلتصق بجوز بذاكرة الأطفال. احنا أنا بتذكر أبو الحروف بالمناهج، ما بعرف إذا بتعرفوه لحد الآن. احنا جيلنا بنتذكر وبنتذكر كيف كان أطول من المادة وأهدأ من السؤال. طبعا فبتخيل العربي يعني اللغة العربية مهمة جدا كمان للحفاظ على هوية الأطفال بس على لغتهم. بالضبط. شو رأيكم؟ طبعا حفاظ على هويتنا وعلى القيم والعادات والتقاليد. قبل فترة كنت عم بشوف دراسة إنه 50% من محتوى اللغة العربية الموثوق فيها على الإنترنت هو خارج من الأردن. طبعا. هذا الشيء كتير يعني أعطاني فخر بشبابنا بالأردن وبشبابنا العربي، إنه إحنا قاعدين عم نحاول نحافظ على هاي الهوية. بالضبط. وأكثر يعني أكثر إشي يعني إحنا بنفخر فيه لما يجوا طلابنا وأهالينا يحكوا لنا إنه أنا مثلاً ابني أو بنتي أبداً ما كانوا يتقبلوا اللغة العربية، بعد ما شفنا المحتوى تبعكم الطلاب كتير صاروا متحمسين. بالضبط. عم يحكوا لغة عربية أكثر بالبيت، فهذا الإشي إحنا بنفخر فيه وبيعطينا دافع إنه نكمل لقدام. الله يعطيكم ألف عافية. حابين هيك تأدوا إشي أو تسمعونا إشي أو من عملكم؟ تمام. شو رأيكم؟ منحب نسمع بفقرتنا، فبنحب يعني هيك طيب ناخد. قبل معناته ما نخلص الأغنية بس بحب أشكر عائلتي وزوجي، هي كان من التحديات اللي بدنا نحكي فيها إنه إحنا أمهات وعنا أولاد، فإحنا كتير نشكرهم إنهم ساعدونا وعائلتنا. وبدي أشكر الفنان مروان حمارنة برضو اللي هو آمن بموهبتنا ودعمنا. الله يعطيكم ألف عافية أستاذ ديالا وأستاذ رشا، شكرا جزيلا لكم. نحن يعني رح نكمل معكم وبعد الفاصل رح نكون مع زميلة نجود القاسم وأخبار الطقس، فشكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف شكرا عافية. لك تفضلوا سمعونا. بنحب نغني أغنية ورقة شجر. أنا 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 ورقة شجر، وقعت من شجرتي لوني أصفر، بعد ما كان لوني أخضر تركت أغصاني ولوني تغير. هلأ عم بسأل ليش أنا وقعت، أجل خريف ومرق الوقت، قمت مشيت حسيت بالبرد، لون أبيض ما في ورد. إجا الشتاء وبالهوى طرت، حملت الشمسية وبالتلج لعبت، بعدها قويت وعالشجرة رجعت لون أخضر مثل ما كنت. مع العصافير أنا غردت، فصل الربيع رجع الورد، بعدها طفيت وتشمست من ضو الشمس، أنا أكلت لفصل الصيف أنا تحمست، نسبح ونلعب طول الوقت هي استيمار.